يا الله، لا أدري ماذا أفعل يا رامي. لقد طلبت منا المعلمة أن نحضر عرضاً تقديمياً لحصة التاريخ، وستحسب عليه 10 علامات، ولكن لا يوجد لدي جهاز حاسوب كي أعده. هل تعلمي يا أماني أن لي أبناء عم يعيشون في إحدى الدول الغنية، وقد أخبروني أنه بمجرد دخول الطالب إلى المدرسة يحصل على جهاز حاسوب محمول وكل المستلزمات المدرسية مجاناً، وهذا يعد حق لكل طالب وطالبة. آه يا رامي، الطلاب في الدول الغنية يتوفر لهم الكثير من الامتيازات التي نحرم منها. تأتي هذه الومضة ضمن حملة مناصرة تمويل التعليم وإلغاء الديون التي تنفذها الحملة العربية للتعليم للجميع بالتعاون مع الائتلافات التربوية العربية.